وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مع نظيرتها المصرية اليوم اتفاقية لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بتكلفة تزيد عن 2 مليون دولار من أجل تقديم الرعاية الطبية والصحية العاجلة للمصابين والمرضى من أبناء القطاع. وقال نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي إن المستشفى الميداني سيقام داخل غزة بالقرب من مستشفى الأمل على مساحة 750 مترا بسعة استيعابية ل35 سريرة. استكمالا للدور الإنساني لدولة الكويت الذي تؤديه تجاه الأشقاء في غزة وتنفيذا للمبادرة السامية والفزعة الكريمة من الشعب الكويتي، واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي دورها في هذا الدعم، حيث شهد مقر جمعية الهلال الأحمر المصري توقيع اتفاقية إنشاء مستشفى ميداني في غزة بتمويل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبتكلفة تزيد عن 2 مليون دولار، وذلك في حضور سفير دولة الكويت بالقاهرة السفير غانم الغانم والدكتور مساعد العنيزي مستشار رئيس مجلس إدارة الجمعية. وقد قام بالتوقيع عن الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية. المستشفى هذا أحد المستشفيات الموجودة حاليا، مستشفى ميداني مقدم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون طبعا مع الهلال الأحمر المصري. وقعنا العقد اليوم بشأن تجهيز هذا المستشفى. المستشفى مثل ما قلنا التفاصيل الفنية راح يحتوي على 35 سرير وطبعا على 750 متر مربع، وسيتم طبعا إنشاء بالقرب من مستشفى الأمل في غزة. المستشفى الميداني الذي جرى تمويله من جمعية الهلال الأحمر الكويتي سيكون على مساحة 750 مترا وبسعة 35 سريرا، وستكون المستشفى مجهزة بغرفتي عمليات وغرف حضانات للأطفال ووحدة إشاعة ومعملا للتحاليل. أكثر من 1000 سيدة حامل، فطبعا لازم يبقى فيه مجموعة من الأسرة جاهزة للاستقبال والتعامل مع كافة الحالات، أضف إلى ذلك الحالات الطارئة اللي ممكن تحدث للأشخاص العاديين برا الإصابات اللي بتحدث نتيجة للحرب. كل دوت مهم جدا إن يبقى فيه مستشفيات وعدد كافي من غرف العمليات من الرعاية المركزة تقدر تتعامل بالشكل السليم. جمعية الهلال الأحمر الكويتي أيضا بحثت مع الهلال الأحمر المصري كيفية استضافة عدد من المصابين الفلسطينيين للعلاج داخل الكويت. في خطوة أخرى احنا طلبنا كذلك، وزارة الصحة الكويتية طلبت إخراج بعض الجرحى لمعالجتهم في الكويت. هذا إن شاء الله راح طبعا تكون يكون الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر المصري معنيين في هذا الموضوع، حيث سيتم التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني طبعا اختيار المرضى اللي ممكن معالجتهم في الكويت، وإن شاء الله احنا قاعدين نتابع الموضوع مع الهلال الأحمر المصري. وقفة جديدة ودعم مستمر من دولة الكويت عنوانها البذل والعطاء، وهدفها تخفيف الألم عن الأشقاء في غزة ومداواة جرحاهم. ولعل هذه الوقفة الإنسانية المتمثلة في المستشفى الميداني تكون بلسما وبردا وسلاما على أهل فلسطين. ياسر سعد، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.